السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي المشاهدين المشاهدات، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. كدايرين وكدرتوا مع العيد والحمل العيد؟ ياك مدراتكم شي حاجة كلشي مزيانين. اليوم غادي نشارك معكم واحد القهيوة باش ما يضركمش اللحم ديال العيد. قولي واسال اللحم ديال العيد، جا معطل هذا الفيديو ولكن معليش، القهيوة بالأعشاب باش ما يضركمش اللحم ديال العيد. والطريقة ديالي في المخ ديال الراس، هو اللي شديت انا الراس، ما شديتوش، شديت غير المخ ديالو. وغندير معكم واحد الطريقه الوصفه ديالو بطريقه ايطاليه كيديروها هنا في الجنوب ديال ايطاليا، كيطيبوا تاهم الراس والكرشه وداكشي، كلشي كيطيبوه. وغندير معكم هاد الطريقه ديال المخ، كتجي زوينه يعني مختلفه على العاده ديالنا ديال المغرب اللي مولفين كنديرو دائما. يلاه ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الطريقه والمكونات ديال هاد جوج وصفات اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله. يلا خليكم معايا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غير المخ، ها هو بعد ما حيدتو وغسلتو مزيان من الراس، مع قسمو الراس على اربعه، لقيتو مقسوم بوحدو هكا على اربعه. نتوما راه يكون عندكم كبير هذاك المخ، ولا لا شريتوه يكون كتير ولا شي حاجه. المهم انا في هذه الساعه غادي نستعمل هذا اللي متوفر عندي بالطريقه الايطاليه باش غادي نقسمها معكم، وانتوما من بعد ممكن ديروا اللي بغيتو. المهم هو هذا كنشدو دابا هنا في الكاسرونه، درت غير شويه ديال الماء، درتو تغلى مزيان وغادي نوضعو فيه هكا مع واحد شويه ديال الملح، غنزيد عليه شويه الملح. اوكي، نخليه واحد خمسة ديال الدقائق، النار شاعله عليه، غنخليه هنا واحد شويه غيتسلق، واحد خمسة ديال الدقائق نتلاقى معكم ونسلقوه شويه. هنا على بالو هو ما تيتسلقش، ديت على واحد البيضه ها هي بعتها هنا، غادي نطربها هاد السوبيره. وهنايا عندي شويه ديال الطحين وغنطرب هاد البيضه. هاي شويه ديال الطحين، دابا غادي نحيدو من الماء. هي تتصفر على قهوة، هادشي راه مزيان دابا باش متحنجروش مع هادشي، القهيوة مزيانة ضرورية ديروها تا هي. غنشاركها معاكم صافي بحال هادو، دابا صغار بلا ما نقطعهم ما والو، غادي نخليهم هكا مباشرة كنوضعو في الطحين هكا، ندوزهم مزيان من الطحين هنايا، نوضع هكا هنا. وهادو اللي شويه كبار نقطعهم، نحاولوا نقطعهم، الا كانوا كبار قطعوهم هكا، شفتوا يتقطعوا تتوضعوهم هنا في الطحين. هذا تاهو بنفس العمليه. اوكي، غندوزهم من الطحين وغادي نعاود نديرهم في البيض، نربدهم مزيان في الطحين هكا ونوضع في البيض هنا، نوضعهم كلهم هنا في البيض. اوكي صافي، دابا غنجيب واحد شويه ديال الزيت نديرو يسخن، بعد ما درتو في البيض غادي نبدا نهز من البيض بهذا الشكل هذا، تنوضع هنا في الشابلو ديال الخبز يابس، تندوزو فيه بهذه الطريقه هذه كما غتشوفوا معايا. الزيت راه قريب يوجد هنا صافي، غنبدا نوضعهم في الزيت، درت غير شويه ديال الزيت ما كثرتش، نوضعهم بهذه الطريقة هذه كلهم، ونخليه حتى يتحمر وغادي نقلبو نتلاقى معكم إن شاء الله.
هنا صافي ها هو وجد. دابا الا غادي نحيدو ونوضعو في واحد الطبيصيل ونطفي النار هي الاولى. صافي غادي نهزهم دابا هكا. شوف كتجي رائع بهذه الطريقه الايطاليه، وخصوصا في روما، ان روما داك الجنوب ديال ايطاليا تما هما اللي كياكلوا هذا الشيء ديال التقليه هما، والراس والمخ وداك الشيء. هنا دابا غادي نمروا للقهوه. المكونات ديالي هما هادو، غادي نوريهم لكم دابا هنايا. لا عندكم يابس ديروا حتى هذا الشيء يابس، يعني ما تهزوش الهم تقولوا حيت انا عندي طري ولا شي حاجه، حتى يابس راه ممكن ديروه. عندي هنا الزعتر، عندي هنا شي حبيبات ديال البزار غا شويه، عندي ورقه سيدنا موسى ولا ورقه غار، عندي هنا هذا الاوريغانو حتى هو كاين، وهذه الخزامه، خزامه جابها لي جاكمو من البالكون، كاينه اليابسه وكاينه الخضراء. هانتوما ها الزريعه ديالها اللي بغات تغرسها هي كطيح ليها هاد الحبيبات هادو، راه هما الزريعه اللي بغات تغرسها، راه هادو هما ها هما دابا عقصتهم يبداو كيطيحوا لان يابسه. هانتوما شفتوا معايا اللي بغات تغرسها راه هما هادو كيتغرس تتغرس بهادو، عندها الزريعه بحال شكل الحبق. المهم عندي هنا واحد الطويبه ديال السكر، عندي القرنفل والقرفه والزعتر قلتو لكم، وواحد سميتو سكينجبير. اللي ما عندكمش هادشي ديروا كلشي يابس، ما تهتموش. وعندي هنايا الكوكوت، غادي نشد هاد سكينجبير غادي نقطعو، راه غسلتو قبيله غنقطعو هكا باش يطلق، وغادي ندير كلشي هادشي هنايا بهذا الشكل، وغندير القهوه باش ما يخليها. دابا نشوف ها هي تحلت، عندي واحد جوج معالق ديال القهوة. كافي بونيسيمو نابوليتانو، قهوة ديال نابولي زوينة هادي هكا، وواحد الريحة خارجة من هاد القهوة سميتها باسا لاكوا اللي بغاتها، راه كيسولوني عليها بزاف، ولكن راه قهوة رائعة لعشاق القهوة، راه زوينة بزاف، فيها 100% ديال الأرابيكا. أوكي، عندي هنا الماء مغلياه، انا مجبده المقراج غليته مزيان، ها هو غنطفيه دابا ونشعل على هادي. اوكي، وغادي ندير الماء، درت فيه تقريبا شي لتر وربع اللي درت فيه ديال الماء، غادي نخويه كله هنايا بهذا الشكل هذا. اوكي، وغندير دابا هذا ديال السكر، حتى خاصني من بعد نزيد ماشي مشكل، وغادي نسد عليها دابا الكوكوت وغنخليها واحد نص ساعة مع الماء طايب، واحد نص ساعة ونتلاقاو إن شاء الله. يلا خليكم معايا، فرجتكم ممتعة. إيوا وجدات، أنا طفيت عليها خليتها، بصراحة نعست واحد شوية، طفيت عليها وخليتها ومشيت تكيت. هانتوما دابا غادي نصفيها هنايا، وندير هاد البريق هذا، وغنبدا نهز دابا من هنا ونصفيها باش ما يهبطش ليا هذاك الاعشاب اللي درت معاها. غنهزها القهيوه بوحدها كيف ما تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. جاكم شداده؟ اوكي، بون برافوم. الريحه راه عاطيه في الدار كلها من السما، عاد تدور الصفاره قلت لكوا شويه تعطي الريحه كاع في الدار مع القرنفل والقرفه وكل شيء. داك الشيء خليو هذا الشيء هنا حتى هكا صافي. هي هذه نخويها دابا، ندير شويه ديال الحليب. جاكمو قال لي بغيتها مع الحليب، تيبغي هو مع الحليب، نحط ليه الحليب هنا. وغنحط القهيوة دابا غنوريها لكم نتوما شوفوها معايا. دابا غادي نخويوها، خليتها شويه تنزلات بالحق تتصفات عاود ثاني. هانتوما شفتو هاي، جاكم غندير ليها الحليب، وانا غندير معاها شويه ديال السكر غنزيدو، لحنا درتها شويه هكا، وغادي نحركها.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال القهيوه كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي تراكم مركب الحليب حتى هو راه حطه فوق الطبله غادي يشربوا مع القهوه. والمخ ها هو كيف ما كتشوفوا راه كيجي رائع، نتمنى انكم جربوه كيجي زوين بزاف. راه سخون دابا ما نقدرش كاع نخلو معكم. ها نتوما شوفوا شفتوا كيجي زوين بزاف، نتمنى تجربوه وتشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جمعكم فيديو. مع السلامه.